أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم. حضر الدكتور محمد مصطفى النائب الاقتصادي لرئيس الحكومة الجديدة من تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، حيث أشار إلى أن مديونيتها بلغت 4.2 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار دين محلي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مصطفى عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء منذ تشكيله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، والذي ناقش الوضع الاقتصادي والسياسي ووضع خريطة الطريق للفترة المقبلة. تبين أن الوضع المالي مش بس صعب، أكثر من الصعب، حيث أن الخزينة حقيقة يعني شبه خاوية، ومجموع الديون على السلطة الوطنية الفلسطينية المستحقة سواء للبنوك المحلية أو الموردين أو المؤسسات العربية والدولية أو التقاعد أو هيئة التقاعد يصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار. شارك عدد من النواب الأردنيين اليوم في الاعتصام الأسبوعي أمام الصليب الأحمر في مدينة رام الله، وذلك للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والأردنيين المضربين عن الطعام. ويخوض 5 أسرى أردنيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 2 أيار الماضي، احتجاجاً على منع ذويهم من زيارتهم. للحديث أكثر حول الموضوع معنا النائب رائد الكوس من لجنة فلسطين النيابية. أستاذ رائد أهلاً بك. أهلاً وسهلاً بك، الله يعطيك العافية. ما هي رسالتكم التي تريدون أن توصلوها للأسرى من خلال تواجدكم أمام مقر الصليب الأحمر اليوم في رام الله؟ نحن جئنا لنشد على أيديهم ونتضامن معهم، وإن شاء الله أنه سوف نتابع هذا الكلام في البرلمان الأردني، وسوف نعتصم في البرلمان الأردني كي يفك الفرج عن أسرانا الأردنيين والفلسطينيين إن شاء الله. نعم، وهل تتضمن الزيارة زيارة للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال؟ نعم، نحن حاولنا جاهدين جداً أن نزور الأسرى، لكن لم تتم الموافقة من الجانب الإسرائيلي، وحاولنا أن نزورهم في المستشفى وقالوا سوف يتم نقلهم، لذلك لن نستطيع هذه المرة أن نزورهم. وهل هناك معلومات حول عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال؟ عدد الأسرى الأردنيين 25 أسير المصرح بهم لغاية الآن، ولا ندري إذا كان في أعداد أخرى أم لا، لكن أجانا أول تقرير أنه يوجد 5، ثاني تقرير يوجد 8، أما التقرير النهائي أجانا يوجد 25 أسير، ما مجموعه 25 أسير أردني. نعم، النائب رائد الكوز من لجنة فلسطين النيابية، كنت معنا في رام الله وأهلا بك في فلسطين. يعطيك العافية. شكرا لك. نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وقفة احتجاجية أمام المجلس التشريعي في غزة، وذلك في الذكرى 6 للانقسام الفلسطيني، للتأكيد على دور المرأة في إنهاء الانقسام. للحديث أكثر حول الموضوع معنا من غزة عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هدى عليان. ما هي رسالة إدارة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من هذه الوقفة الاحتجاجية؟ اليوم بمر 6 على الانقسام، وأنا بسميه انقلاب على الشرعية الفلسطينية وعلى الديمقراطية الفلسطينية التي مارسناها بالانتخابات، وأنتجت حكومة وأنتجت مجلس وطني. اليوم الانقلاب بمر على شعبنا الفلسطيني، وتزداد معاناتنا اليومية، تزداد معاناة المرأة الفلسطينية بشكل يومي نتيجة هذا التفتت في الجسد الفلسطيني، نتيجة التفتت في الجسد الوطني أيضا بين شطري الوطن وفي الأسرة الواحدة، معاناة كبيرة تتألم منها المرأة الفلسطينية نتيجة هذا الانقسام. المعاناة اليومية تنعكس في الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وحقوق المرأة والحريات الشخصية، كل هذه المعطيات تنعكس بالسلب على المرأة الفلسطينية. نحن نعاني أشد الأمرين، لذلك خرجت المرأة الفلسطينية تطالب بإنهاء هذا الانقسام البغيض، تطالب بتطبيق اتفاقيات القاهرة واتفاقيات الدوحة بلجانها 5، نطالب بتطبيق الاتفاقيات والذهاب إلى انتخابات تشريعية ديمقراطية لاختيار ممثلين الشعب
الذين سيحكمون هذا الشعب بديمقراطية وحرية وكرامة. نحن نريد كرامة، نحن نريد سلام، نريد محبة، نريد حفاظ على الإنسان الفلسطيني الذي يقتل يومياً. هذه المعاناة اليومية تنعكس على المرأة الفلسطينية بشكل يومي. نعم، وكيف تقيمين دور المرأة في إنهاء الانقسام وفي الدور السياسي؟ نحن نطالب بأن نكون موجودين بكل اللجان، لجان الحوار الفلسطيني، بكل اللجان التي انبثقت عن اتفاقيات القاهرة والدوحة، لكن لم تمارس المرأة دورها الحقيقي في هذه اللجان، ولم نشارك بأي لجنة من اللجان، ولم نشارك بالحوارات المنبثقة عن اتفاقيات القاهرة والدوحة. نحن نطالب بتواجد المرأة الفلسطينية بكل اللجان الأساسية وليس اللجان الفرعية. المرأة الفلسطينية ضحت وقدمت الكثير للوطن، ويجب أن تكون أيضا موجودة بلجان الحوار ولها الدور الأساسي والبصمة الأساسية في الوطن، وأيضا يجب أن يكون لها بصمة أساسية في لجان الحوار والمصالحة المجتمعية. نعم، ونحن نتمنى أيضا دورا فعال للمرأة دائما في القطاع السياسي. شكرا لك سيدة هدى، كنت معنا من قطاع غزة. شكرا، يعطيك العافية. وصل اليوم الثلاثاء الرئيس الكولومبي إخوان مانويل سانتوس إلى مدينة رام الله، حيث كان في استقباله الرئيس محمود عباس، ومن المقرر أن يعقد جلسة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأخيراً فازت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية في مؤتمره المنعقد في العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث حصلت النقابة على 283 صوتاً من أصل 369. نهاية النشرة الإخبارية، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.